يعطيك العافية. أكيد الكل تابع لقاء دولة رئيس الوزراء على التلفزيون الأردني. أنا تابعته كمان كمواطن أردني، بدي أشوف حكومته اللي هي حكومته بين قوسين شو بتفكر وشو بتعمل. بس المرة بهذا الفيديو بدي أقدم نقد مختلف. النقد اللي بدي أقدمه ردا على المقدمة اللي وضعوها التلفزيون الأردني ترويجا لهذا اللقاء. نسمع مع بعض المقاطع وأقدم تعليقي البسيط. وكل الإجراءات اللي عم ناخذها اليوم هي حتى نضمن المنع للوطن. وأنا بقول للمواطن تعال في 31/12 حاسب على الكلام اللي بقوله. يزم بدنا نحاسبك على كلام اللي بتقوله. يزم البلد راحت بالسوالف وما حسبناش حدا ولا منا نحاسب حدا. يزم من كل عقلك. احنا قبل هالمرة قلنا انت موظف بتوقع بريد صادر وارد. دكتور هاني، يعني انت كأكاديمي تحترم بس كرئيس حكومة مش ظابطة. وبعدين بدنا نراجعك ومن على الوطن. اذا ما انتوا كلكم بتقروا من كتاب واحد، كل كتب اللغة ما هي مساعديتكم تخرجوا بمصطلحات جديدة. بدنا نكمل مع الدكتور هاني لانه كلامه كثير كبير وفاضي ملوش قيمة ولا معنى. احنا بنخرج من عنق الزجاجة في منتصف 19. اوبا علينا بهالزجاجة اللي انت بدك تطلع منها. يا رجل قززتونا يا زلمة، شو هالزجاجة اللي احنا فايتين فيها؟ انا بس بدي اعرف. كل ما نحكي مع واحد فيكم بيقول خلينا نطلع من عنق الزجاجة. طب عنق البرميل، طيب عنق البير، مش هيك؟ استحوا علينا يا رجل. شعبك اللي بتحكي معه متعلم، قال في 12,000 دكتور، 350,000 واحد حصل على الماجستير، اطباء مهندسين. يا زلمه مستلمين هالزجاجه من يوم معين على الدنيا. اتقوا الله فينا وبالزجاجه. منتصف 19 حاسبني اذا اخر السنه اذا كنت فاشل. قول هذا هاني الملقي واحد فاشل. اذا و 2019 ومنتصف وفاشل. طب يا سيدي بدي أعمل سبق صحفي، أنت فاشل. تعرف ليش فاشل؟ خطاب الثقة إذا الناس نسيت إحنا ما بننسى لأنه إحنا بنقرأ اللي بين الأسطر. خطاب الثقة اللي قدمته أشعرتني للحظة لو ما كنت متأكد بإني في الأردن شعرت نفسي في سويسرا. أنت حكيت كلام السويسريين يستحوا يحكوا. انت رسمت مستقبل الاطفال ابتهجت. وكل واحد فيكم بده يجي يتعلل فينا ويضحك علينا ومنتصف 19 واللي قبلك قال لنا عبد الله نسور ل 2025. يعني يا انتوا بتهلسوا او انكم هلسات، ما مش فاهم. لا بدي اغير صيغه الحديث يا زلمه. حكينا معكم بالطريقه اللي بتليق بالحديث السياسي، ما زبط. هذا الحديث مش لكم، هذا للناس، للشباب اللي زي زيهم، للناس اللي عندها أحلام وقتلتوها، للناس اللي عندها أمل وشنقتوه هو وأمله. بدي أدافع عنهم وبدي أصرخ عشانهم لأني أنا منهم. ليش أنا جاي من كوكب آخر ومنتصف 19 وتعال راجعوني؟ هو أنت بدك تسوي لي فيها زي سوالف نسوان الحارات؟ أنت بتدير دولة ولا مزرعة يا دولة الدكتور؟ بدي أكمل حديثك والبروبوغاندا اللي عاملها لحالك بعد رجعتك من أمريكا بالسلامة. طلعوا استلمنا هذه الحكومة والدين للناتج المحلي الإجمالي 94.9%. 94.9% استلموا المزرعة، استلموا المزرعة مش الحكومة. انتوا بتديروا نظام العصابة، انتوا بتزبطوا بعض ولما بتنزنقوا بتميلوا علينا وبتبلشوا فينا. وإحنا ماشي الحيط الحيط ويا رب الستر مش ظابط. انتوا استلمتوا المزرعه. نغير المفاهيم وبلاش ندخل في محاضره اعطيكم اياها في جدليه المصطلح، لانه المصطلحات المستخدمه عندنا لا تليق في هذا الوقت. اهلا ومرحبا. ولا واهلا ومرحبا بكم، بيقول لك المذيع. ما ظل لا اهلا ولا مرحبا. ردي على الدكتور رئيس الوزراء بما سمح الي القانون بالمادة 15 بالفصل الثاني من الحقوق والحريات. دكتور هاني انت مش بس فاشل،
انت فشلتنا معك وضيعتنا ودمرتنا اكثر ما كنا متدمرين من اول. سمعت اقول لك انت واللي بعدك واللي جاي بعدك، يا بتديروا بحق الله يا انه هالناس هاي راح ترميكوا الى مزبلة التاريخ، واذا التاريخ بده ينصف واحد فيكم بصفحة راح نمزعها وندوسها وندعس عليها، لانكم انتم ما استحيتوا علينا وشردتوا شبابنا ودمرتوا احلام بناتنا، وصار اكبر حلمنا انه نلاقي لثاني يوم قوة يومنا. هذا الفيديو انا بس بدي اللي مثلي ومثلهم يشوفوه، واللي ما بيشبهنا مش ضروري يشوفه ولا يطلع عليه، لان كنتم منشغلين في حفلاتكم واعياد ميلادكم. ربي يحفظ الاردن قوي عزيز، ومش بدكم ضغط من تحت. هاي الحكومات ما بدنا اياها تسقط، بدنا قراراتها تسقط، وبدنا شخوصها يسقطوا كمان. دمتم بود اصدقائي.